زي ما احنا متعودين طبعا مع حضراتكم انه بيكون عندنا دايما كل حلقه تقرير عن شخصيه ادبيه مهمه قدرت ان هي تاثر في الحركه الثقافيه وفي الحركه الادبيه بشكل عام. الحقيقه انه شخصيتنا النهارده هو رائد ادب المغامرات في مصر وفي الوطن العربي، الاديب والكاتب الاستاذ محمود سالم، وهو طبعا صاحب سلسله المغامرون الخمسه اللي اتعلق بيها اجيال كتيره جدا. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عنه ونرجع على طول. فارس القصة البوليسية ورائد أدب المغامرات في مصر والوطن العربي، إنه الكاتب الكبير محمود سالم. دخل محمود سالم عالم الصحافة من بوابة الحياة العسكرية، وبدأ مشواره كمراسل عسكري لصحيفة الجمهورية ثم رئيساً لقسم الحوادث بها. انتقل سالم للعمل في دار الهلال وفي مجلة سمير، خطفته نداهة الكتابة للأطفال فبرزت موهبته وتولى رئاسة تحرير المجلة. بدأت رحلته في أدب المغامرات من وحي سلسلة أجنبية تحكي عن خمسة أطفال يخوضون مغامرات ويحلون ألغاز لتظهر سلسلة المغامرون الخمسة المصرية. حققت هذه السلسلة نجاحاً كبيراً منذ بداية ظهورها لأول مرة عام 1968. استمر سالم في إثراء المكتبة العربية بأدب المغامرات، فقدم أيضاً سلسلة الشياطين الـ13 التي لاقت هي الأخرى رواجاً كبيراً منذ بداية صدورها. صاغ سالم بقلمه أروع القصص البوليسية والمغامرات، وعاشت معه أجيال كثيرة رحلات حل ألغازه، فأصبح كاتبهم الأول بلا منازع. توفي محمود سالم في 24 من فبراير عام 2013، تاركاً تراثاً غنياً في أدب المغامرات العربي.